شكرا لك يا أثير، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد. كما تفضلتي أنا متواجدة طبعا في مركز محمد بن راشد للفضاء، ولكن هذه المرة من داخل غرفة التحكم، حيث شهدنا قبل قليل لحظات إطلاق الصاروخ فالكون 9، ولكن الآن هنا تسود حالة الترقب والهدوء التام للدقائق، لأنه تفصلنا دقائق عن انفصال المركبة عن الصاروخ فالكون 9، ولكن سنتعرف على تفاصيل أكبر لهذه المهمة وهذه اللحظات المترقبة التالية مع ضيفي في غرفة التحكم دكتور محمد الزعابي، مسؤول عمليات على سطح القمر. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية كيف ممكن تشرح لنا عمليات المستكشف من لحظة الإطلاق وحتى لحظة الهبوط؟ طبعا اليوم عدينا الحمد لله مرحلة مهمة في مشروع الإمارات استكشاف القمر، وهي مرحلة الإطلاق. خلال هذه المرحلة المستكشف يكون مثبت في مركبة الهبوط، ونحن حاليا نتطلع إلى المرحلة الثانية اللي هي انفصال مركبة الهبوط من الصاروخ. بعد ذلك راح يكون في أول إشارة من مركبة الهبوط تقريبا خلال 50 دقيقة بعد الإطلاق، والمرحلة اللي بعدها تتعلق بالمستكشف راشد. أول إشارة للمستكشف راح تكون بعد 3 أيام من الإطلاق، راح يكون عندنا الفريق متكامل في المحطة الأرضية يحلل هذه الإشارة لفهم ودراسة المستكشف بعد الإطلاق وتأكد من حالته الصحية. طيب ماذا بعد وصول المستكشف راشد إلى القمر؟ ماذا بعد؟ طبعا تبدأ العمليات الرئيسية للمستكشف. عندنا عمليات متعددة، مثلا عندنا عمليات التنقل من نقطة إلى أخرى لدراسة مناطق مختلفة على سطح القمر، وكذلك عندنا العمليات العلمية نفسها. عندنا 4 أجهزة علمية، كل جهاز راح يأخذ معلومات ويبعثها إلى المحطة الأرضية، الفريق العلمي يحلل هذه المعلومات ونخطط للعمليات التالية على حسب الاتصال مع المستكشف. بالحديث عن الاتصال مع المستكشف، ما هي آلية التواصل مع المستكشف راشد خلال رحلته إلى القمر؟ طبعا عندنا طريقتين للتواصل مع المستكشف. الطريقة الأولى اللي هي الطريقة الرئيسية تكون عن طريق مركبة الهبوط، فالمعلومات اللي يبعثها المستكشف يبعثها عن طريق مركبة الهبوط ثم إلى المحطة الأرضية في اليابان، ثم ذلك إلى المحطة الأرضية في دبي مركز محمد بن راشد للفضاء. الجهاز الثاني هو الجهاز الثانوي أو الاتصال الثانوي، يكون فيه اتصال مباشر من مركز محمد بن راشد للفضاء بطريقة مباشرة مع المستكشف على سطح القمر. نستخدم هذا الجهاز إذا احتجنا في بعض الحالات الطارئة، وكذلك نعتبره من الأجهزة الجديدة اللي راح تستخدم على سطح القمر، وبالتالي في تحليل للمعلومات اللي تجينا عن طريق هذا النظام. أيضا بالحديث عن المعلومات والبيانات، ما هي آلية التعامل مع هذه البيانات والصور التي سوف طبعا تصلنا ويرسلها المستكشف راشد، والمدة المتوقعة لذلك؟ طبعا المعلومات اللي توصلنا من المستكشف تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي قراءة هذه البيانات وتحويلها من شكلها الرئيسي أو الأولي اللي هي عبارة عن أصفار وواحد إلى معلومات ممكن يفهمها الفريق العلمي والفريق الهندسي، ومن ثم نبعث هذه المعلومات لأكثر عن فريق يدرس هذه المعلومات. فمثلا عندنا الفريق الهندسي يقوم بدراسة حالة المستكشف والتخطيط للعمليات المستقبلية، وعندنا الفريق العلمي اللي هو متخصص في تحليل المعلومات العلمية والتأكد من سلامة المستكشف والأجهزة العلمية اللي فيه. طيب دكتور، الإشارة الأولى سوف تتلقاها المحطة الأرضية في طوكيو، هل هناك تنسيق مع المحطة الأرضية هناك؟ طبعا التنسيق دائم مع اي سبيس او الشركة اليابانية، لان معظم المعلومات اللي تجينا من المستكشف تكون عن طريقهم في حال استخدمنا الطريقة الرئيسية للتواصل مع المستكشف، وبالتالي التواصل دائما مع المحطة الأرضية في اليابان للتخطيط لكل العمليات مع عمليات المستكشف على سطح القمر. دكتور محمد الزعابي، مسؤول عمليات على سطح القمر، نتمنى لكم طبعا التوفيق بإذن الله، وأيضا سوف تكون لمداخلة ونتحدث طبعا عن ما تبقى من لحظة الإطلاق والمراحل المقبلة. شكرا لك. شكرا.